بدنا نرجع لواحد من السورسز اللي هو كتير هلا صار له علاقة في موضوع البيم اللي هي شركة أوتوديسك. ممكن نحن نعرف شوي شو ممكن أوتوديسك تكون بالنسبة إلها موضوع البيم. فإذا بدنا نحكي what is BIM، فالبيم هو Building Information Modeling is an intelligent 3D model based process بلا 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 لآخر التعريف as per الأوتوديسك. وإذا رجعنا لأي reference أو أي source موجود عندي، سواء كان online أو سواء كان مكتوب أو سواء كان مطبوع، فأنا ممكن ألاقي تعريفات كتير لمصطلح البيم. اليوم إذا بنرجع على what is the history أو a brief history about البيم، so إحنا بنحكي أيام ما كان عندي المانيوال هاند درافتنج، بعديها صار في عندي 2D computer aided design، والمثال عليه زي ما حكينا الأوتوكاد. طور الموضوع أكتر، دخلنا على 3D computer aided drafting اللي صار يعطيني ability إن أنا أطلع في 3D model أو نموذج ثلاثي الأبعاد للمشروع تبعي. بعديها تطور الموضوع أكتر زي ما حكينا من شوي، دخلنا على موضوع البيلدينج انفورميشن موديل، صارت تطلع عندي سوفتويرز كثيرة مثل الريفت، مثل الأركيكاد وغيرها من البرامج اللي أعطتني أبيليتي إني أنا أشتغل على هاي المنظومة. إذا بدي أنتقل لموضوع إنه إيش الفائدة أصلا من إني أنا أشتغل في البيم، مين الناس اللي راح تستفيد من شغل البيم؟ البيم هو عملية متكاملة، عملية شاملة، هتعطي ability لكل الستيك هولدرز وكل البارتيز اللي ممكن يكون لها علاقة اصلا في البروجكت اللي عم بشتغل عليه from scratch، حتى الهاند اوفر تبع البروجكت او حتى الoperation والsustainability والmaintenance للبروجكت اللي انا عم بقوم بانشائه. فكل هدول الستيك هولدرز، سواء كنا عم نحكي عن الاركتكتس او الانجينيرز اللي عم بيشتغلوا على هذا البروجكت، اذا كنا عم نحكي عن الكونسلتنتس او البلانرز اللي بيشتغلوا او لهم علاقه في تطوير هذا البروجكت وتصميمه وتعديله حتى يرضي الكلاينتس او الاونرز، وحتى الاونرز نفسهم والفاسيليتي مانجرز اللي بيكونوا ممثلين لهدول الملاك، فهم برضو راح يكون عندهم ابيليتي ولهم انبوت على البيم وحيستفيدوا منه بشكل كتير كبير، وحتى السيستم انتجريترز برضو راح يكون لهم انبوت ولهم فوائد من عملية العمل تحت مظلة البيم. سو بهاي الطريقة انا بقدر اعرف انه كل الستيك هولدرز راح يستفيدوا من هذا الموضوع. اهم فائدة ممكن تصير من البيم هي عملية تقليل الكوست وتسريع الوقت تبع البروجكت وزيادة الكواليتي اوف بروجكت او الكواليتي اوف بيرفورمانس للبروجكت، لانه كل شيء المفروض انه بالهايست ليفل اوف بيم انه يكون مدروس ومعروف شو الستيجز اللي راح يمر فيها البروجكت وكيف راح يمر في هاي الستيجز لحتى يخلص الديزاين تبعه، حتى يتم انشاؤه في الموقع، حتى يتم استعماله بعدين، حتى نقدر نعمل له مينتيننس خلال اللايف سايكل اوف ذا بروجكت. اسال كتير دائما انه اذا انا بدي اكون بشتغل بيم، ايش البروجرام اللي انا لازم اشتغل عليه؟ انا بالنسبة لي من وجهة نظري بشوف انه هذا السؤال هو خطأ بحد ذاته. ما في اشي في الحياة اسمه انا بدي اشتغل بيم او انا بدي اعرف بيم او انا بشتغل بيم، هي ما بتيجي بهاي الطريقة. هو يتم تحديد عملية او يتم تفضيل العمل تحت مظلة او منظومة او مفهوم البيم حتى انا انجز شيء او هدف معين. هذا الشيء او الهدف معين هو بيكون محدد بـ requirements of a client أو employer. So إذا تم تحديد هذه المعلومات أو تم تحديد هذه requirements، وصلنا للresult إنه إحنا we need to work under the BIM process أو under the BIM umbrella. So بهاي الحالة أنا بروح على هذا الفيلد. وزي ما حكينا إذا أنا كنت بشتغل CAD اللي هو computer aided drafting، فأنا كان في عندي واحدة من التولز إن أنا أشتغل على الأوتوكاد أو تولز تانية أو برامج تانية مختلفة. فبنفس الطريقة إذا أنا بدي أشتغل under the umbrella of BIM، so أنا أكيد في عندي تولز وأكيد في عندي softwares راح تعطيني ability إني أنا أشتغل على هاد البوكاب. So إذا أنا بروح على what are the programs اللي أنا بقدر أشتغل عليها، من وجهة نظري أنا كمهندس بهذا الفيلد، أنا بحكي إنه whatever كانت tool اللي انت بتستخدمها within
أو خلال عملية تنفيذ المشروع اللي تقرر إنه يشتغل as per ال BIM workflow, so it is a tool. هي بتشتغل تحت مفهوم ال BIM. So إذا أنت تحكي عن ال Word وأنت بتشتغل في مشروع بيشتغل ال BIM concept أو BIM workflow, so it is a BIM tool. إذا بتشتغل Excel وديفينتلي راح تشتغل هاي البرامج, so بالنسبة لي it is a BIM tool. البرامج اللي كتير بومينج اللي بتشتغل تحت هذا المصطلح اللي تقدر تشمل كل المعلومات into a cohesive, هي البرامج اللي احنا بنحكي عنها واللي بنستغلها within أو during عملية الشغل على البروجكت تبعنا, اللي هي ممكن تكون برنامج AutoDescript, ممكن يكون برنامج الاركيكاد وبرامج تانية كتير, Navisworks غيرها من البرامج. احنا بالكورس تبعنا راح نركز على موضوع الريفت زي ما حكينا, للمهندسين المعماريين, للمصممين الفراغات الداخلية, للاندسكيب اركيتكتس, لانجينيرز. سو انا بقدر احكي انه انا الكورس تبعي موجه لهدول الفئة سبيشالي, خلينا نحكي الاركيتكتس اند ستراكشرال انجينيرز, لاندسكيب اركيتكتس و انتيريور ديزاينرز.